بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الطلبات الصف الأول إعدادي، إن شاء الله النهاردة معادنا مع درس جديد من دروس مادة الحاسب الآلي، وهنكمل إن شاء الله فيها الوحدة الأولى الدرس التاني إن شاء الله اللي بيكون بعنوان أنظمة التشغيل. هنبدأ كده مع بعض. اختار الإجابة الصحيحة. نقطة وسيط بين المستخدم وبرامجه والمكونات المادية. ايه هو الشباب اللي هو بيكون مستخدم وسيط ما بينك كمستخدم وبين البرامج بتاعتك وبين المكونات المادية اللي هي الشاشة والكيبورد والماوس والكيس وكل المكونات المادية بتاعت الجهاز؟ هو طبعا اللي مسؤول عن تشغيل الجهاز، هو ايه نظام التشغيل. رقم اتنين، نقط هي وحدة الإدخال الأساسية في التعامل مع القوائم الواجهة الرسومية لنظام التشغيل. أنا بتعامل مع الواجهة الرسومية بتاعتي ازاي؟ وايه هي الواجهة الرسومية؟ الواجهة الرسومية اللي حضرتك شايفها قدامك دي، اللي هي الايقونات والاشرطه، وهنا طبعا انت بتتعامل بايه؟ زي ما احنا شايفين كده انا بحرك ايه، اكتر حاجه بستخدمها هي الماوس. الماوس هو وحده التعامل الاساسيه او وحده الادخال الاساسيه في التعامل مع القوائم الواجهه الرسوميه، اللي هي الماوس او الفاره. رقم 3، نقط من اشهر انظمه التشغيل واكثرها انتشارا بالنسبه للاجهزه الشخصيه. والمقصود هنا بالاجهزه الشخصيه اللي هي البي سي او الديسكتوب او الكمبيوتر المكتبي. طبعا هو اشهر نظام تشغيل هو ايه؟ نظام ويندوز. نظام ماك طبعا ده خاص باجهزه ابل، اما نظام لينكس هو طبعا نظام برضه خاص بالاجهزه الشخصيه، ولكنه طبعا مش منتشر ومش مشهور زي طبعا نظام ويندوز. رقم 4، هو نظام مفتوح المصدر قابل للتطوير، ومن اشهر توزيعاته ابونتو وفيدورا. هنا بنتكلم عن نظام لينكس. نظام لينكس طبعا هو نظام مفتوح المصدر قابل للتطوير، يعني ممكن اتطوره، وطبعا هو من اشهر التوزيعات بتاعته او الاصدارات بتاعته هما اصدارين ابونتو وفيدورا. رقم 5، من انظمة التشغيل مفتوحة المصدر ابونتو ولا فيدورا ولا كل ما سبق؟ زي ما قلنا ان طبعا ابونتو وفيدورا دولت اتنين من اشهر توزيعات نظام لينكس، وهما الاتنين مفتوحين المصدر، تبقى الاجابة كل ما سبق. رقم 6، من مميزات الواجهة الرسومية اللي هي جي او اي لأنظمة التشغيل الحديثة، تشغيل عدة برامج في نفس الوقت ولا توفير مستعرض الإنترنت ولا كل ما سبق؟ طبعا الواجهة الرسومية يا شباب تاني هي بنقول أنهي إيه هي الواجهة الرسومية دي اللي حضرتك شايفها قدامك دي، اللي هي الأيقونات والأشرطة. طبعا هنا أنا ممكن أشغل أكتر من برنامج في نفس الوقت، وطبعا ممكن بتوفر لي طبعا ايه الحاجه اسمها مستعرض الانترنت اللي هو متصفح الانترنت، تبقى الاجابه كل ما سبق. رقم 7، يمكن توجيه الاوامر لنظام التشغيل عن طريق واجه الاوامر ولا الواجهه الرسوميه ولا كل ما سبق؟ انا عشان اتعامل مع نظام التشغيل بتاعي انا محتاج زي ما اتفقنا من شويه قلنا الواجهه الرسوميه. وايه كمان؟ هل هي واجهه رسوميه بس؟ لا، حاجه اسمها تانيه اسمها موجه الاوامر. موجه الاوامر او الكوماند برومبت ده برضو عبارة عن وسيلة بستخدمها علشان أوجه الأوامر لنظام التشغيل. بجيبها من ويندوز كده، بكتب cmd، وبعد كده بختار اهيت، هادي ادي ديت بالنسبة لي كده ده هو موجه الأوامر. هنا بكتب الأمر، وهنا بيبدأ الكمبيوتر ينفذ لي الأمر بتاعي من خلال موجه الأوامر. يبقى أنا عندي طريقتين، الطريقة الأولانية هي موجه الأوامر، والطريقة التانية اللي احنا دايما بنتعامل بيها هي الواجهة الرسومية، يبقى كل ما سبق. رقم 8، نظام نقاط يعمل على أجهزة أبل وما كنتوش فقط. طبعا النظام الخاص بأجهزة أبل، أجهزة أبل ما كنتوش، هو نظام ماك أو إس إكس. نظام تشغيل ماك أو إس إكس اللي احنا لسه متكلمين عنه ده، هو نظام مفتوح المصدر ولا مغلق المصدر ولا من البرامج الخدمية؟ طبعا نظام ماك هو نظام مغلق المصدر. رقم 10، نظام تشغيل أندرويد هو نظام، أما أندرويد بقى هو نظام مفتوح المصدر. يبقى احنا عندنا من الأنظمة المفتوحة المصدر نظام أندرويد ونظام لينكس. طيب المغلق المصدر زي نظام ماك ونظام ويندوز. ضع علامة صح أو خطأ، يمكن تشغيل الكمبيوتر بدون حاجة إلى نظام تشغيل. يعني ينفع حضرتك تشغل الكمبيوتر بتاعك ما يكون من غير ما يكون فيه نظام تشغيل، يعني ويندوز مثلا أو لينكس؟ أكيد لأ طبعا، يبقى الإجابة إيه؟ خاطئة. لازم يكون في نظام تشغيل عشان يبدأ الجهاز بتاعي يشتغل. رقم 2، يستطيع المستخدم توجيه الأوامر للنظام التشغيل عن طريق الواجهة الرسومية، وزي ما اتفقنا الواجهة الرسومية اللي هي عبارة عن الأيقونات والأشرطة واستخدام الفأرة عشان أوجه الأوامر لنظام التشغيل. طبعا الإجابة صحيحة.
لا يمكن تشغيل عدة برامج في نفس الوقت؟ أكيد لا طبعا، يمكن تشغيل كذا برنامج في نفس الوقت طبعا. يبقى هنا الإجابة دي خاطئة، السؤال ده خاطئ. رقم 4، تتشابه الشاشة الافتتاحية لنظم التشغيل المختلفة. الشاشة الافتتاحية لنظم التشغيل المختلفة بتتشابه فعلا، يعني زي ما هي الشاشة الافتتاحية شبهها موجودة في ويندوز، موجودة في لينكس، موجودة في اندرويد، موجودة في الماك. كل الشاشة الافتتاحية بتاعت أنظمة التشغيل مكوناتها سواء كانت خلفية أو أيقونات أو أشرطة موجودة في كل أنظمة التشغيل، وهي بتتشابه فعلا. رقم 5، برنامج الفحص الذاتي هو برنامج موجود في الذاكرة رام. لو نفتكر كده مع بعض، برنامج الفحص الذاتي اللي هو البرنامج ده اللي بيقوم بفحص أجهزة الكمبيوتر أو مكونات الكمبيوتر، وبيتأكد إن كل المكونات بتاعتنا شغالة، فيبدأ بعد كده الكمبيوتر بتاعي يشتغل بطريقة سليمة. البرنامج ده موجود في أنهي ذاكرة يا شباب؟ لو احنا نفتكر كده إن احنا عندنا نوعين من الذاكرة، ذاكرة رام وذاكرة روم. رام دي العشوائية أو المؤقتة، هي ذاكرة مؤقتة، هل تصلح لأن يكون فيها برنامج فحص الذات اللي هو بيقوم بفحص الكمبيوتر وتأكد من سلامة كل المكونات بتاعته؟ أكيد لا طبعا، يبقى الإجابة هنا هتبقى خاطئة. أما طبعا برنامج الفحص الذاتي هو موجود بالذاكرة روم وليس رام، الذاكرة روم هي الذاكرة الدائمة. رقم 6، أنظمة التشغيل من البرمجيات. طبعا احنا عندنا البرمجيات، منها طبعا أنظمة الإيه؟ التشغيل. طبعا هو عبارة أنظمة التشغيل دي عبارة عن إيه؟ عن مجموعة برامج مسؤولة عن تشغيل الجهاز، وهي وسيط ما بين الكمبيوتر والمستخدم والبرامج بتاعته. 7، يمكن أن يحتوي جهاز الكمبيوتر على أكثر من نظام تشغيل. وهنا طبعا المعلومة ديت إن فعلا ممكن جهاز الكمبيوتر بتاعك يحتوي على أكثر من نظام تشغيل. ممكن تنزل عليه ويندوز، نوعين من الويندوز، وأول ما بتفتح الجهاز بتاعك بيخيرك ما بين أي نوع أنت عايز تشغله أو أي نوع أنت عايز يكون شغال معاك على الجهاز، وبتبدأ تختار النوع اللي أنت عايزه وتبدأ يشتغل معاك. طبعا الإجابة هتبقى صحيحة. نظام لينكس من أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر وبدون مقابل مادي. طبعا الإجابة برضه صحيحة، لأن قلنا من أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر نظام تشغيل لينكس. المسح الضوئي اللي هو السكانر هو وحدة إدخال أساسية في التعامل مع الواجهة الرسومية لنظام التشغيل. حضرتك لما بتتعامل مع نظام التشغيل بتتعامل على مع الواجهة الرسومية بتاعتنا، بنتعامل بالوحدة الإدخال الأساسية بتاعتنا هي دي، هي الفأرة أو الماوس وليس المسح الضوئي. طبعا الإجابة هنا هتبقى خطأ. رقم 10، لا يمكن للمستخدم تغيير خلفية الشاشة الافتتاحية للكمبيوتر. طبعا إجابة خاطئة، ممكن أغير الشاشة الافتتاحية للكمبيوتر بتاعي. رقم 11، يمكن توجيه الأوامر لنظام التشغيل عن طريق موجه الأوامر فقط. فقط يبقى غلط، لأن أنا فعلا ممكن أوجه الأوامر لنظام التشغيل عن طريق حاجة اسمها موجه الأوامر أو الكوماند برومت، ولكن ليس فقط. هو طبعا عندنا طريقة تانية اللي هي جي أي أو الواجهة الرسومية. رقم 12، الأيقونات هي رموز صغيرة تستخدم كطريقة سريعة للوصول إلى البرامج المختلفة بالضغط المزدوج على الماوس. طبعا الإجابة صحيحة، الأيقونات دي عبارة عن رموز صغيرة أنا بضغط عليها عشان أوصل للبرامج بتاعتي بطريقة سريعة، بضغط عليها طبعا بدبل كليك على الماوس. رقم 13، نظام التشغيل لينكس من أشهر أنظمة التشغيل وأكثرها انتشارا بالنسبة للأجهزة الشخصية. طبعا الإجابة دي خاطئة، لأن عندنا من أشهر أنظمة التشغيل وأكثرها انتشارا بالنسبة للأجهزة الشخصية هو نظام تشغيل ويندوز، واللي ده موجود عندنا كلنا. رقم 14، نظام التشغيل أندرويد هو نظام مغلق المصدر. هو يعمل فعلا على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية اللي هي التابلتس، ولكنه ليس مغلق المصدر، هو نظام مفتوح المصدر. هنا الإجابة هتبقى خاطئة. رقم 15، نظام ماك او اس اكس مخصص لاجهزه ابل ماكنتوش فقط. فعلا هو مخصص لاجهزه ابل ماكنتوش فقط، يبقى الاجابه صحيحه. اكتب المصطلح العلمي، هي رموز صغيره تستخدم كطريقه سريعه للوصول الى البرامج المختلفه بالضغط المزدوج على الماوس. طبعا ده كان تعريف ايه يا شباب؟ تعريف الايقونات. رقم 2، نظام تشغيل مفتوح المصدر يعمل على الهواتف المحموله والاجهزه اللوحيه. هو مفتوح المصدر، خلي بالي ان هو مفتوح المصدر، يعني ما ينفعش اكتب ماك، هكتب طبعا اندرويد. رقم 3، هو نظام تشغيل مخصص لاجهزه ابل ماكنتوش فقط.
زي ما اتفقنا ابل ما جددوش، فقط المخصص ليها هو ماك او اس اكس. من اشهر انظمه التشغيل واكثرها انتشارا بالنسبه للاجهزه الشخصيه طبعا هو نظام تشغيل ايه يا شباب؟ ويندوز. عباره عن لون او صوره على سطح المكتب ويمكن تغييرها. ايه هو اللي عباره عن صوره او لون بيتحط على سطح المكتب اللي هو سطح مكتب الكمبيوتر يعني، ويمكن ان انا ايه اغيرها؟ طبعا ديت الايه الخلفيه او الباك جراوند. وصلنا شباب لسؤال المتفوقين، والسؤال بيقول ما هي وظيفة نظام التشغيل؟ اذكر وظيفة نظام التشغيل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.